استمرارية بالنسبة للشركات العالمية في الاستثمار في دبي، وهذا رأيناه خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلى الجانب الثاني اللي هو زخم الحاصل في شركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقر لها. الموضوع الثالث واللي هو الأهم طبعا السياسات الحكومية التي تم وضعها في السابق، واللي من خلالها أيضا حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي أعتقد لتحفيز المستمر للبيئة الاستثمارية.